نورهان خفاجه الصحفيه المتخصصه في شؤون الطيران بموقع صدى البلد والمحرره في مطار القاهره. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا استاذ ايهاب، ومساء الخير على كل مشاهديك، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الاستعدادات اللي اتخذها مطار القاهره علشان يعني يتلافى مساله قصور الرؤيه في المهبط بالذات، يعني الطيارات وهي نازله يعني. تحديدا احب اوضح لحضرتك حاجه، ان مطار القاهره والمطارات المصريه بصفه عامه حاله الطوارئ اللي بتشهدها خلال موجات الطقس السيء تحديدا هي مش بتكون حاله طوارئ قد ما بتكون استعدادات وتجهيزات خاصه. وبالفعل منذ ان اعلنت هيئه الارصاد الجويه تحذيراتها بوجود موج طقس سيء وعاصفه ترابيه، سلطات مطار القاهره الدولي اتخذت كافه التدابير، تم تشكيل غرفه عمليات مركزيه لمتابعه الاوضاع، وتم ايضا التنسيق مع كامل الاجهزه داخل المطار تحسبا لاي موجات غير مستقره او تحسبا لاي تعطل في الاعمال. طب الحقيقه اتفضلي يا فندم. الحقيقه ان مش بس منذ يومين او امس واليوم بس فقط شهد مطار القاهره هذه الاستعدادات، ولكن احب اوضح لحضرتك ولمشاهديك ان تحديدا من منتصف شهر نوفمبر وبدا مطار القاهره والمطارات المصريه بصفه عامه الاستعدادات لموجه الطقس السيء منذ اعلنت هيئه الارصاد. طب استاذنك يا استاذه نورهان، بس هل في اي تاثير على مواعيد السفر والوصول بسبب هذه الموجه من الطقس السيء سواء في الطيران الدولي او الداخلي؟ لا يا فندم، ما حصلش اي تاثير على مدار ساعات اليوم فيما يخص رحلات الطيران سواء اقلاعها او هبوط، سواء من مطار القاهره او المطارات المصريه حركه الطيران كانت منتظمه تماما، واللي تم اتخاذه من اجراءات كانت على مستوى العاملين على المهبط سواء من تجنيب معدات سواء من استعدادات لعربات الشفط وسحب المياه على كافه المستويات، وطبعا قطاع العمليات كان متابع على مدار الساعه، وايضا الشركه الوطنيه مصر للطيران كانت عندها استعدادات وحرصت على انها تطلع بيان لكل المواطنين اللي هم مسافرين على رحلات اليوم، اكدت فيه إن مفيش أي رحلات ليها متأخرة سواء المطارات الداخلية أو الدولية. بشكرك جدا يا أستاذة نورهان.